سيكون لبنان على موعد جديد مع القداسة، إذ سيحتضن ابنه الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس 15 أغاجانيان بعد 53 عاماً على وفاته، وبعد سنتين على الاحتفال بإعلان بداية دعوة تطويبه في بازيليك القديس يوحنا في اللاتران في روما في تشرين الأول 2022. وسينقل جثمان الكاردينال الذي لا يزال سليماً بعد حوالي 53 عاماً على وفاته من المطار، ويفتح ويوضع في تابوت زجاجي وينقل إلى ساحة الشهداء، حيث سيعرض مفتوحاً إلى حين الانتهاء من الاحتفال، وينقل بعدها إلى ضريحه في الكنيسة التي بناها في ساحة الدباس في كاتدرائية مار غريغوريوس ومارليس النبي للأرمن الكاثوليك، ويبقى مقفلاً إلى حين إعلانه طوبوياً. الفاتيكان أعطانا هالمناسبة أنه نقدر نظهر جثمانه الكامل اللي بعد 53 سنة من مماته طلع على هالوجه الأرض بجسمه الكامل وبابتسامته مثل ما ترك العالم. وبالأخص لما بنسمع كلماته اللي أنا بشهد عليها لأنه أنا كنت موجود آخر لحظات في حياته، اللي لفظ كان قالنا بكلمة كتير منفردة إنه أنا عطشان. بعدين بعد ما عرفنا الحقيقة أن عطشه كان عطش قداستنا وتمسكنا بمحبة الرب وبالمصالحة وبالأخوة بين بعضنا البعض، فلذلك بعتبرها إنه هذه مناسبة كتير مهمة وفريدة من نوعها، إنه نقدر نشوف هالشخص بكل تواضعه وبكل بساطته وابتسامته حتى بعد مماته. البطريرك روفائيل بيدروس 21 من أسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك شرح للأوتيفي أهمية اتخاذ القرار بإعادة الجثمان إلى لبنان. من غبطته كبطريرك طائفة الأرمن الكاثوليك في لبنان والمؤسسات الجمة اللي عملها مثل الكنائس والمدارس والمياتم اللي خلقها حتى يخدم هالشعب اللي كان عم يمرق من مرحلة صعبة، مثل ما أسس كمان حتى كان سبب انه يكون في عنا السفارة البابوية اللي هو جابها للبنان لتكون هالعلاقة الودية والحميمة بين الكرسي الرسولي والوطن العزيز لبنان. فكل هالأعمال والأشغال اللي قضاها بحياته بهالوطن العزيز بظن أنه كان أكثر من واجب أنه يرجع إلى ترابه إلى وطنه اللي عاش فيه واللي كان منتمي وكان بيضله يفتخر بجنسيته اللبنانية اللي أخذها في سنة الاستقلال 1943. نحن بحاجة إلى أن يكون الشعب بكامله على طريق القداسة وليس فقط البطاركة، تأكيد من البطريرك ميناسيان. نحن منا بحاجة بس للبطاركة أن يكونوا قديسين، نحن بحاجة أنه كل الشعب اللي بيآمن بربه واللي بيآمن بالدعوة الخاصة اللي ربنا عاطيها يقدر يمشي على طريق القداسة، وإنما وجود هالكاردينال ومن قبله البطريرك دويهي هدول أشخاص اللي بنقدر اللي بيرمزوا قبل كل شيء للوطنية ولتعلقهم وانتمائهم لخدمة الشعب لخدمة الوطن، نقدر ناخذ منهم أمثال وخطوات لنعمل نحن أيضا بأيامنا هذه بهالخدمة المباركة المقدسة، وعلى هالطريق نحن كمان نكون من جماعة الأشخاص اللي بيمشوا على درب القداسة على درب المحبة والمساواة بين الشعب. وردا على سؤال حول أن المراسم لم تتضمن قداسا إلهيا، أجاب البطريرك: تسألوني أنه ليه ما كان في قداس أو صلاة على وجود جسمان خادم الرب، وإنما كان أنه حفل وطني، لأنه أخذنا بعين الاعتبار قبل كل شيء الشخص الإنسان الخادم
الذي عمل في هذا الوطن لخدمة الشعب وكل الشعب وطنيا. فلذلك وهذه كلمة شكر طبعا للقادة ولكل أصحاب المسؤوليات في الوطن، أنه حبوا أنه تكون هذه المناسبة، هذا الاحتفال يكون مناسبة وطنية. وأنا بشكر الجميع وجميع الأطياف التي ردت بجوابها بالمشاركة، وهذه هي الصورة التي نريد أن نعطيها للعالم أجمع. ويبقى لبنان أرض القداسة وبلد القديسين، وحياة الكاردينال أغاجانيان كانت تجسيدا حيا لقيم العدالة والرحمة والتعايش بين الناس، ولعل هذه المناسبة تكون رسالة أمل وشعاع قداسة يخرق السواد الذي يعيشه هذا البلد الذي أحب الكاردينال وافتخر بجنسيته.